احنا تنطلبوا بان ديك ان تدبير الامتحانات انه خصو يكون غير انفرادي، يجب اشراك مدراء المقاطعات وممثلي النقابات، كما نطالب بتسريع الرئيسة بتوقيع مذكرات وزارة الداخلية فيما يخص الكاتب الوطني للجامعة الوطنية، مذكرة التفرغ النقابي، حتى لا زالت لحد الآن تتماطل في ذلك ولا نفهم لماذا. هناك كذلك صرف أو تحويل من ميزانية الجمعية لهذه السنة، لحتى هناك تسويف متكرر لا نفهم لماذا كذلك. هناك بعض المطالب داخلية تتعلق بالتنقل التعسفية والتعيينات في المناصب المسؤولية، وهناك كذلك مسألة المتقاعدين، بحيث أن هناك تأخر في تسوية الوضعية ديالهم. لا يمكنش أننا نستمروا بهذا الشكل هذا في إطار المقاربة التشاركية، لازم ما يكون لقاءات تواصلية من أجل يعني الالتفات على هذا الموظف، لأن صراحة موظف اللي كيستاهل حتى هو التحفيز، كيستاهل التكريم، كيستاهل يعني تحقق له مجموعة ديال المطالب. الملف المطلبي هو فيه مجموعة ديال النقاط، فيه التي بي اس، فيه أننا ما كرهناش نتكلموا على الامتحانات ديال الكفاءة المهنية، كاين الشق ديال الأعمال الاجتماعية، كاين يعني فئات اللي هي كتستحق يعني التحفيزات والالتفاتة.